ننتظر إذا تنفيذ هذه المخالفة، أعتقد من بابوش، لا من بومشرى. بومشرى بروعة، هي هكذا كرة القدم في بعض الأحيان تنافس فريقك وحميدي. والهدف الأول، الهدف الأول من حميدي لصالح فريق اتحاد البليدة، لو يتمكن من الاحتفاظ على المكسب. شاهد هذه التمريرة في العمق من اللاعب أسعد لحميدي. بابوش يحضر نفسه للتسديد، موجودش المساحة اللازمة الآن، وجدها قوية وجانبية. لبابوش عندما يجد نفسه في مثل هذه الأماكن، بوغاش يسترجعها، يحاول المراوغة، ضغط كبير على حامل الكرة، صعبة ممتازة ممتازة من بيني وأروع بن غانم، وضع نفسه في المكان المناسب. والبلودية هي التي قد تؤزم وتعقد من وضعيته، أو قد تسمح له بالتنفس. وداود في هذه التوزيع، لم يأتي هدف التعادل. بوكاش يلعبها بسرعة مع عمرون، ثم بيني بومشرى. ماذا أقول عنك يا غان؟ بعد 6 سنوات كاملة من السيطرة على اتحاد البليدة، وبومشرى في كرة وفي سيرة وفي ضغط. يا الحكم يقول ما فيش ضربة جزاء هنا. صعب جدا، صعب في مجموعة كبيرة من اللاعبين في هذه المباراة. التوزيع صعبة، ماذا يفعل غان في هذه المباراة؟ تتنفذ الركنية عالية في القائمة الثانية الرأسية العارضة العارضة العارضة، ثم غانم. حسيت أو تناسيت بأنك أمضيت الهدف، لأن غانم هو الذي سيلومك، لأنك كنت صامدا وكنت رائعا وكنت بارعا، لكن عمرون هذا الشاب الوائل، والسيناريو جاء، وربما بيني ضربة جزاء، ضربة جزاء للبلودية، ضربة جزاء للبلودية ببضع مليمترات، ببضع مليمترات فقط أعتقد. ولنشاهد الكرة عند انطلاقها، اتحاد الحراش يلعب بنزاهة رغم أنه غير معني. كرة أخرى، كرة أخرى، والهدف، الهدف، الهدف قد يأتي. الحكم بنوزة يعلن عن نهاية